ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. يقول هناك من يستدل هذا على كراهية التعدد، ما قولكم؟ يعني ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه كراهية التعدد، كراهية شراء سيارتين، كراهية شراء بيتين، كراهية أن يكون عندك ثوبين، كراهية أن يكون عندك كتابين. كلام الفاضي هذا، هذا الشغل، هذا كلام جهل. ها؟ إيش دخل هذه بهذه؟ كيف تجمع بين؟ كيف تجمع بين ثوبين؟ كيف تجمع بين صديقين؟ كيف تجمع بين ولدين؟ بس ولد واحد مثل الصين؟ ما يصلح هذا الكلام. هذا استدلال في غير محله.